Good morning, Habaibi Softani. How are you? Hoping that you are fine. Today we will have activity book. Please open page 22. Page 22. Yes. What's today? Today is Winnie's Day. What's today? Today is Winnie's Day. What's the date? The date is 17th. Of November 2020. 17th of November 2020. Unit 4. My daily routine. ايش قلنا my daily routine معناها؟ النمط اليومي. قلنا my اللي هي بتيجي الياء اللي هي في ايش؟ في اللي بعد my هي الياء ضمير الياء. اوكي؟ my اللي انا يعني يومي انا. نقرأ السؤال question number 1. Put the things الأشياء we نحن do نفعلها every كل morning كل صباح in order بالترتيب نعمل هاي الأشياء اللي موجودة عنا الصور بالترتيب نرتبها أوكي طلعوا لي وين سورة نمبر 1 إيش إحنا أول إشي بنعمله بنفيق بكير مزبوط بنصحى يعني اللي هي هاي نمبر 1 بعدين إيش بنعمل wash my hand بعدين إيش بنسوي؟ نلبس بعدين number 3, 4 have breakfast بعدين number 5, tidy my room بعدين comb my hair بعدين go to school مزبوط؟ هايهم هاي 1 وهدي 4 5 وهنا عندنا 3 7 6 2 اوكي هذا حل التمرين الاول ماشي نيجي لحل اكسرسايز نمبر 2 عند الفوكابيولري شنو الفوكابيولري يا تاني very good يعني معنى لو قلنا vocabularies شو بتطلع معاني that's good write اكتب the name اسماء of the picture الصور Use استخدم the words الكلمات in the boxes اللي في الصناديق. Then ثم يعني بعد ما نرتبهم نكتب الأسماء الصور circle the verbs بدنا نحط دائرة على الفعل. هذا مهم جدا التمرين. هاد مهم جدا نحط فوقه مهم جدا التمرين. أوكي يلا مع بعض. Wake up, wash, eat, drink. Where, come, breakfast, hair, tidy, go, face, milk. طبعا كل ما دول حافظينهم المعاني مزبوط. هدول كلهم حفظ المعاني مزبوط يا تاني. يلا. ايش هذا بعمل? Go. Very good. Tidy. Come. Face. Milk. Hair. Wear. Eat. Breakfast, drink, wash, wake up. يا تاني وين من هاي الصور فيها أفعال؟ يلا مين يعرف لي أول صورة فعل ولا مفعل؟ أول صورة go فعل ولا مش فعل؟ Very good فعل go. Tidy فعل ولا مش فعل؟ Tidy يرتب. وفي رتبة very good فعل tidy come يمشط فعل ولا مش فعل very good فعل come face فعل ولا مش فعل face اسم هدول verb هادي noun face يعني وجه ما قلنا فيها تحطوا هنا verb milk حليب اسم ولا فعل Noun. Hair. شعر. فعل. شعر. شو بتعملوا فيه? Noun. يعني اسم. طيب. Where. فعل ولا مش فعل? ولا اسم? Noun or verb. Where. اش معنى where يا تاني? Very good. يرتدي معناته. فعل. Verb. Good. هون. Eat. يأكل. في أكلة ويأكل وكل. معناته بتتحول لفعل. معناته verb. طيب breakfast الفطور فعل noun اسم drink يشرب
شرب اشرب يشرب معناته فعل verb. عندنا آخر وحدة قبل الأخيرة wash نفس الشيء يغسل غسل أغسل wash. Noun ولا verb؟ Very good verb. Wake up wake up يعني انهض نهض ينهض معناته verb. مزبوط هيك؟ عرفنا شو الناون وشو الفيرب؟ يعني كلمة breakfast هذه ناون يعني اسم، drink يشرب أو eat يأكل، هدول أفعال أنت بتسويها لما نيجي نعرف معناها بتبين من معناها إنها فعل أو اسم. عرفتي يا تاني؟ ماشي الحال؟ هدول حفظ مهم جدا. هاي الصفحة هيني عم بحكي لكم، هاي الصفحة كتير مهمة يا تاني، أوكي؟ إنه نعرف مين الفيرب ومين الناون، أوكي؟ ماشي حبايبي تاني؟ أوكي، ثانك يو، هذا درسنا لليوم، سي يو، جود باي.